بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أبزي دمزي تحسوتات ناي تمرتنا مالتيو تي زلنا حتوتات كل عجزي زحتت كنمينا دماني علماء سلس تحاتتو الله سبحانه وتعالى وين تي زلنا زين فلتو حتوتات ناب علماء كن مرسو نعلماء كن حتتوين الله سبحانه وتعالى عزيزو نايو مو كابتم فلتات وريات عبيت علماء شيخ محمد ابن صالح العثيمين كتابا له فتاواناتو أبحاد زتاكبة مالتيو مو كابزي بمبقاس أحواتنا حتن من تخطقمو كل جزي حنت حتو مسمل سناتا ناكبرنا أبزي مدياتناي مرخب بزحان إن شاء الله كنزرقح كنفتنينا. ونسأل الله عز وجل كابتم سمعهم زدقمو كقبرنا مو إن شاء الله بعقيدة خنجمرينا أبقديني عقيدة قل العلمي تزخون حتوتات من مسمل سمكن غربينا كومون دابلنا أبتناي فقهنا معاملها الدماء كنقتصلينا كابتي أقداس زخون حتوتات شيخ محمد ابن صالح العثيمين زد تحتتو كم زز بالحتو قريبو. ما شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتهم مشركين تباهيلهم زت سميو امو النبي عليه الصلاه والسلام زت الاقوم حزبي انت يتشركناتهم زنبره زبل حتو قريبو. الجواب بالملسنايزي بالنسبه لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فانه ليس شركا في الربوبيه، لان القران الكريم يدل على انهم انما كانوا يشركون في العبادة فقط. توم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زتل أقوم هزبي اتناتهم شركي أبقداي ناي توحيد الربوبية أي نبرن مالت الله سبحانه وتعالى خالق بخانو، الله سبحانه وتعالى وناني ناي سماين مريت مخانو، ازي أبوي كونن تشركناتهم زنبره كمتي ربنا عز وجل أب قرآن دقلت لنا أب عبادة كقبرن كلون الله سبحانه وتعالى دا نبحثو دي قزوز نبورن بر أب قداي الله سبحانه وتعالى فتاري سمايات مريت مخانو أب زي كونن اتناتهم تسقم زنبريبل. أما في الربوبية فيؤمنون بأن الله تعالى وحده هو الرب وأنه مجيب دعوة المضطرين. أب قداينا واننتنا رب سبحانه وتعالى انت دعقينهم يأمنوا نيروم يوم ربنا كل واننا مخانو نزتشقرا ندتصبابون وين الله سبحانه وتعالى دسمع مخانو لمنؤوين إفلتوا نيروم يوم، وأنه هو الذي يكشف السوء تقامي شقر انت دعوريد وحادة سبدما نتشقر زغنتطو يلن بجك حادة الله يبلو نيروم إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده. كم زي أمثلة ربنا عز وجل بقرآن دقاقي مبزعبا كونت ناتم قليت النازلو بزي قد دايز سي أمنو نيروم يوم، ولكنهم كانوا مشركين بالعبادة يعبدون غير الله عز وجل معه. تتساقومهم تشكرهم زنبرة أبتع عبادة قبر خلو أكن دين الله سبحانه وتعالى نبحث تدقزه ومسو شركي قبر نيروم، وهذا شرك مخرج عن الملة. إذا عين الشرك دماني كاب إسلمنا زوت أكا شركيو، لأن التوحيد هو عبارة توحيد كنبل كلنا حسب دلالة اللفظ تمعنا نتا أنت أنت رأينا عن جعل الشيء واحدة نحدا نقر نبحث تخت قبرون كلخة إذي تمعنا ناي كلمة توحيد زبل مالتي. والله تبارك وتعالى له حقوق، الله سبحانه وتعالى دما نعوز قبؤه نايب حتو له يجب أن يفرد بها. الله سبحانه وتعالى نبحتو ترح مالت وانا زخونه قداي ناتوس لزخونه نعود ترح قادماني كتقزع زلك. وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. حق نايربي قبؤ نايربي أبسلسته يمكال حقوق ملك وحقوق عبادة وحقوق أسماء وصفات. أبوان النت
حق ناي رب سبحانه وتعالى اللو مالت قبويو نحنا كنفلت ألنا كل وناني رب سبحانه وتعالى مخانو كومود ماني حقوق عبادة حق ناي رب سبحانه وتعالى قبل علينا زلو دماني عبادة خطفت مكلخا نبينو نبحط غيركا كتكزول لكا حقوق أسماء وصفات أسمات مقلزيتات ناي رب سبحانه وتعالى مزدك سبا زي ما ساسل فولي كم زخون دماني أزوين حق ناي رب سبحانه وتعالى كتأمنو زلكايو. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. نزيم دماني علماء نتي توحيد أبسلست زخفلو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة إلو مالتيو. فالمشركون إنما أشركوا في قسم العبادة. تمنى مشركين النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوام زنبورو أبتا كالأيتي ناي عبادة قدي أب آيانيرا تاناتهم شركي حيث كانوا يعبدون مع الله تعالى غيره مسرب سبحانه وتعالى كالأوت شركي إقور نيروم. وقد قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله سبحانه وتعالى وين نبحتكم جزء خمز لنا أبزا ناي سورة النساء مبل 36 آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يلو أي في عبادته أب عبادة نبحت تزيكوين مسؤو شرك قوري أبلكم نيلو. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. زياد ماني أب سورة المائدة مبل 37 آية تركب سخوني يكون سب شرك انتر آجيرو أب شرك انتر آوديقو ومتوبة خيب لك أبز الدنيا زي انتر آتفاليو الله سبحانه وتعالى جنة نعو وحرام كمز قبرلون دخون عوات خمزي يقولون بيوم القيامة قليتولنا مالتيو. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زي آية زي أب سورة النساء تدقاقي ما قريبا مالت رب سبحانه وتعالى ازدقس آية مالتيو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تحت شرك زلو تزيكونو أب شرك دود قسب رب سبحانه وتعالى خمزي يغفر له دق تقلز آية أمالتيو. كومون ربنا عز وجل أب سورة غافر وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين له. وقال تعالى في سورة الإخلاص بسورة الإخلاص وين ربنا عز وجل تايلو قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. وقولي في سورة الإخلاص سورة الإخلاص قبل خلقه نزا سورة زئاء إبل شيخ ابن عثيمين يعني إخلاص العمل تكبارات كل بمولو عبادات فتصمو نا الله سبحانه وتعالى ترح قون كم زلو سلا تحبرنا اي سورة الإخلاص اللي يزلو قيبل. فهي سورة إخلاص العمل كل سراحة نسيحكا نا الله سبحانه وتعالى ترح قون دلو وإن كانت تسمى سورة الإخلاص وسورة وإن كانت تسمى سورة الكافرون وسورة الكافرون كتبها لانتخونت لكنها في الحقيقة سورة إخلاص عمليا كل تكباراتنا الله سبحانه وتعالى راح لك تسرح كم زلك سناي قبرتات تزيد سلازخونت مالتو. كما أن سورة قل هو الله أحد كمتي تا قل هو الله أحد سورة إخلاص تبهال نمنتين ترى تبهلو إخلاص علمي وعقد وعقيدة فلتتن إمنة نا الله سبحانه وتعالى إخلاص كتقبر كم زلك سلتحبر مالتيو. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.